النشرة الرياضية المفصلة من الميادين. أهلا بكم. ميشيل بلاتيني يعترف بتقاضي مبلغ 1,800,000 فرنك سويسري من جوزيف بلاتر باتفاق جنتلمان. رئيس يوفا صرح لصحيفة لوموند الفرنسية أنه وافق على إبرام العقد شفهيا لعلمه مسبقا بأن القانون السويسري يعترف به كما لو كان خطيا. تصريح بلاتيني تطابق مع حديث بلاتر قبل يومين لصحافة بلده. الفرنسي اتهم بلاتر بتسريب خبر العقد ما أدى إلى إيقافهما معا 90 يوما. بعد حديث الصحافة الألمانية عن فساد في مونديال 2006، النيابة العامة في فرانكفورت تعتزم التحقيق في القضية. المدعي العام رأى أن القضية قد تكون عملية رشوة أو فساد أو اختلاس أموال، لكن النيابة لن تفتح تحقيقا رسميا إلا في حال ثبوت الفساد. القضية أثارت الجدل في الشارع الألماني بعد معلومات تحدثت عن دفع أموال لشراء الأصوات في سباقها على الاستضافة. والآن إلى أخبار الصحف مع عبد الرحمن عز الدين. السلام عليكم. نبدأ جولتنا الصحفية من الكويت، حيث عنونت صحيفة الراي: رئيس الاتحاد حدد 3 خطوات للتعامل مع أزمة الإيقاف طلال الفهد رضخ لأندية الميثاق. في التفاصيل، تبنت أندية الميثاق مقترحا تقدم به رئيس نادي السالمية شيخ تركي اليوسف، يلزم رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد بالتوقيع مع أعضاء مجلس إدارته على أن القوانين الرياضية المحلية لا تتعارض مع المواثيق والنظم الدولية. الكتاب الموقع من شأنه أن يشكل ورقة تفاوضية مهمة يمكن الاستعانة بها مع فريق العمل الذي سيجري تشكيله مع ممثلين للجنة الأولمبية الدولية للتوصل إلى نقاط تقارب يمكن أن تساهم في حل أزمة كرة القدم في الكويت. في الموضوع نفسه عنونت صحيفة القبس: زواج الحكومة من اتحاد الكرة باطل. الكاتب اعتبر أن على الحكومة التصرف بسرعة، وإلا فإنها ستصبح مجرد شاهد على خنق ما تبقى من رياضتنا، ويجب أن توقف شهر العسل مع اتحاد مدمر لكل الثوابت. إلى السعودية، حيث أشادت الصحف بالسوري عمر السومة مهاجم أهل جدة، فعنونت الشرق الأوسط: عاصفة السومة تحجب شمس النصر. المهاجم السوري تألق وأبدع بهاتريك جديد في الشباك الصفراء. إلى مصر مشاهدينا، وجاء في صحيفة الأهرام: رغم غضب رئيس النادي، الزمالك يجدد الثقة في فيريرا ويعاقب إمام وكهربا وإبراهيم وصلاح ومصطفى. في مصر أيضا جاء في صحيفة المصري اليوم: رمضان صبحي: لم أكن أقصد إهانة الزمالك أو لاعبيه بوقفتي على الكرة ولن أكررها. إلى إنجلترا، حيث كشفت صحيفة ميرور عن سعي ريال مدريد إلى التعاقد مع لاعب تشيلسي إيدن هازار. وبحسب الصحيفة، فإن النادي الملكي سيستغل سوء العلاقة بين البلجيكي ومدربه جوزيه مورينيو، حيث أجلسه الأخير على دكة البدلاء في مواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي. نختم مشاهدينا مع صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية، حيث أكدت أن لاعب بروسيا دورتموند هنريك مختاريان لن يسافر مع فريقه لمواجهة جيلان جابالا الأذربيجاني في بطولة الدوري الأوروبي لأسباب أمنية. الصحيفة أفادت بأن اللاعب الأرميني لن يسافر بسبب الصراع بين أرمينيا وأذربيجان. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة الصحفية، نعود وإياكم إلى متابعة النشرة. شكرا لك عبد الرحمن. محمد علي خان يواجه تهديدات بالقتل في السويد بعدما سجل خطأ في مرمى فريق هالمستاد كلفه الهبوط إلى الدرجة الثانية. الدقيقة الأخيرة من الوقت بدلا عن ضائع شهدت هدف المدافع الدولي اللبناني، هدف أفقد الجماهير صوابها فهددته وعائلته بالقتل، تصرف دفع الشرطة المحلية إلى توفير الحماية لابن 26 عاما. الملاكمة العربية طرقت باب العالمية. المغربي محمد الربيع دون اسمه في سجلات أبطال الفن النبيل، معيدا بلاده إلى العالمية بعد فترات لم تعرف سوى الخيبات. محمد ربيع أمل المغاربة في أولمبياد البرازيل. الشاب المتوج بطلا للعالم في الملاكمة ألقيت عليه مسؤولية إعادة المملكة إلى سجل الذهب الأولمبي في ريو دي جانيرو. دورة أثينا كانت أخيرة مناسبة تقلد فيها مغربيون الذهب عبد الجروج في أم الألعاب، ومن بعدها توالت الخيبات الرياضية في بلاد الأطلس. ألعاب القوى تقهقرت، ولا سيما بعدما دخلت متاهة المنخشطات، فيما تراجع مستوى منتخب أسود الأطلس الكروي وغيرها من الألعاب التي لطالما شرفوا العرب فيها.
محمد ربيعي ابن الأحياء الشعبية لمدينة الدار البيضاء انطلق من حلبة حي القدس نحو العالمية، وعبر نادي شباب البرنوصي خطى طريقه تحت أشراف المدرب الغزواني، توج بطلا للمغرب ثم رفع راية بلاده فوق المنصة العالمية. نزال البطولة تبعه غالبية المغاربة ولا سيما عائلة ربيع وأصدقائه، وغداة التتويج خرجت مسيرات احتفالية في حي القدس. العاهل المغربي محمد السادس هنأ الربيع على هذا الإنجاز الذي شرف الملاكمة المغربية والأفريقية والعربية، كما سارعت الجهات الرياضية إلى تبني بطل العالم الذي وصل إلى القمة بأقل الإمكانات المتاحة. الفوز هذا مجاش بسهولة، يعني جاب واحد العمل يعني جبار مع المدربين ديالي ومجهود الفردي ديالي. انتقادات كثيرة وجهت إلى الإدارة الرياضية وخصوصا اتحاد الملاكمة. الغزواني رأى أن متعهدي الانتصار انتظروا تتويج ربيعي ليتبنوا أبطالا لم يساهموا في دعمهم ولم يقدموا العون إلى الفئات الناشئة، فالنادي الذي تدرب الملاكم فيه لم يقدم أي مساعدة. رياضة الفن النبيل أهدت إنجازا تاريخيا للمغرب. الربيع انضم إلى لائحة طويلة من رموز الرياضة المغربية مثل نوال المتوكل وسعيد عويطة، ويبقى الرجاء أن يظفر بالذهب الأغلى على حلبة ريو دي جانيرو. قمة روحية رياضية في حاضرة الفاتيكان. فريق الكهنة للكريكت يقابل فريق مسلمي إنجلترا، والهدف تسجيل أهداف سامية تقرب بين الأديان. على وقع التراتيل والصلاه تحط رحالها في ملعب روم كابانيل قافله الكهنه المتحمسين للقاء نجوم الكريكت الانجليز على راسهم معين علي. الخطط الفريده هذه تمثل جسر العبور بين الاديان عبر الكريكت. حقيقه النتيجه لا تعنينا بقدر ما نصب اليه روحيا. استقبال حار لقيه فريق مسلمي اللعبه لدى وصوله، وكانت لأفراده جولة سياحية في برج القديس بطرس الباسيليك ومتاحف الفاتيكان قبل خوض اللقاء عند المغيب. واجتمع الفريقان على عشاء أقيم على شرفهم، ولاحقا حضروا قداس الأحد. الضيافة ممتازة جدا ولنا شرف الحضور هنا. مقابلة فريق الفاتيكان حلم تحول إلى حقيقة. عام 76 من القرن الماضي أوجد ميت الفريق. حينها كانت الاحتجاجات على العنصرية في يوركشاير شمال إنجلترا حادة جدا. لم يكن يسمح للمسلمين بالانتماء لفرق ذوي البشرة البيضاء على الإطلاق. حمدا لله لم تعد هذه العنصرية مشكلة كما في السابق. أبواب نادينا مفتوحة أمام الجميع، نحن لا نفرق بين البشر. جرى التنسيق للقاء قبل نحو شهرين بمساهمة مشتركة بين نادي يوركشاير كاونتي واتحادي إنجلترا وويلز. أعددنا الفريق بكل المعدات المطلوبة لنيل شرف خوض اللقاء. إنها فرصة ذهبية لإثبات قدرة الكريكت على اجتياز الحدود الثقافية للشعوب. فخورون لوجود فريق من يوركشاير هنا، وننتظر لقاء إياب عندنا على أحر من الجمر. لم يخفي الفريقان توقعهما للفوز، لكن الرغبة بقيت ضمن حدود الأهداف السامية للتجمع قبل نحو أسبوع على لقاء الفاتيكان فريق الكنيسة الإنجليزية. من على ارتفاع شاهق وفي قفزات مجنونة تنافس المحلقون في الصين. على جبال تيانمين في هونان أقيم الدوري العالمي وينغ سوت، ثمانية محلقين طاروا على ارتفاع 1400 متر فوق مناظر خلابة سبح المتبارون في سماء الإقليم. في 33 ثانية لمس الأمريكي نوآ بانسون الأرض وفاز بالسباق. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا الرياضية المفصلة. لمزيد من أخبارنا دائما الميادين.net. شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله.